بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جريمة تلقي الهدايا. تنص المادة 38 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف دينار كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أي مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه. تضيف المادة: يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة. أولا، هناك ملاحظة على عنوان هذه الجريمة. فعنوان الجريمة هو جاء بجريمة تلقي الهدايا، بينما المادة لا تجرم فقط فعل التلقي، وإنما تعاقب أيضا الشخص الذي يقدم الهدية من أجل التأثير في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهام الموظف، وعليه التسمية التي يعني يحبذها يعني الفقهاء هي جريمة تلقي الهدايا وتقديمها. الملاحظة الثانية التي نبديها في هذه الحالة وهي يعني موقف الفقه الإسلامي والعلماء من الهدية. معروفة عندنا نحن في ديننا أن أجمع العلماء والفقهاء في جميع العصور والمذاهب على أن الهدية مندوبة، ورغبوا فيها لما لها من أثر في التقارب والألفة بين أفراد المجتمع المسلم طبعا، ولأن الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه ومن أكرمه، فهي مندوبة. قلنا لماذا؟ لأن يعني تحث على التعاون على الخير وكسب القلوب إلى غير ذلك. أما من أسندت له إحدى الوظائف العامة كالولاة والقضاة وموظفي الدولة، فهنا أجمع العلماء على أن الهدية لهم حرام، لأن المقصود منها هي التقرب لأجل المنصب والمكانة، وهي نوع من أنواع الرشوة. فعن أبي سعد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول. وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يرد الهدية، فلما قيل له كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها، قال: كانت له هدية ولنا رشوة، لأنه كان يتقرب إليها لنبوته عليه الصلاة والسلام لا لولايته، ونحن يتقرب إلينا لولايتنا. فيما يخص الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، إذا استقراء المادة 38 نجد أنها تقوم على أولا صفة الجاني التي هي أيضا ركن في هذه الجريمة، أي أن يكون موظفا عاما، وأنها تقوم على الركن المادي والركن المعنوي. فيما يخص الركن المادي، يتمثل في تلقي الموظف الهدايا، وهذا ما جاء في نص المادة 38 بعبارة قبول الهدية أو أي مزية غير مستحقة. ماذا نقصد بتلقي الموظف العمومي للهدية أو المزية؟ يعني التلقي هنا الاستسلام حقيقة، أو عفوا الاستلام حقيقة، لا مجرد قبول الهدية. فالقبول لا يتضمن بالضرورة وضع الجاني يده على الهدية فعلا، وإنما قد يتضمن أيضا تسلمها له بعد حين. وهنا يكمن مربط الاختلاف بين هذه الجريمة وجريمة الرشوة السلبية التي تطرقنا إليها سابقا، حيث يفترض في هذه الأخيرة يعني في جريمة الرشوة السلبية أن يكون هناك عرض مزية من صاحب الحاجة إلى الموظف لقاء قضاء حاجته، وذلك بأداء عمل لصالحه أو الامتناع عن أدائه، في حين أن قبول الهدية في جريمة تلقي الهدايا لا يشترط فيه قضاء حاجة، إذ لم يربطه المشرع بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه. وهنا في قرار للمحكمة العليا يعني تنص بأنه يعد راشيا الشخص الذي يعرض هدية أو يمنحها للموظف لحمله، أو مربط الاختلاف، لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته،
ولا يعفى من العقاب إلا إذا كان مضطرا على ارتكاب جريمة بقوة ليس في استطاعته مقاومتها وفقا للمادة 48 من قانون العقوبات. الشرط الثاني وهو أن يكون من شأن تلك الهدية التأثير على سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهام الموظف، بمعنى يشترط أن يكون لمقدم الهدية حاجة أو معاملة أو طلب معروض على الموظف العمومي، وبهذا فإن الهدية التي يتلقاها الموظف العمومي والتي ليس من شأنها التأثير في عمله أو واجباته الوظيفية، إما لعدم وجود معاملة خاصة بمقدم الهدية أو وجودها ولكن ليس بمقدور الهدية تغيير مجريات الأمور والأعمال وتوجيهها نحو وجهة أخرى، فهنا لا تقوم الجريمة لانتفاء شرط التأثير. لكن هنا السؤال المطروح الذي يبقى في هذا الشأن يطرح في هذا الشأن وهو المعيار الذي يمكن من معرفة الهدية التي من شأنها التأثير على سيء إجراء معاملة من الهدية الغير المؤثرة. إذا كيف نميز بين الهدية التي تؤثر في إجراء ما والهدايا التي لا تؤثر؟ وهنا أستاذنا الدكتور أحسن بوسقيعة يجيب على هذا التساؤل ويقول بأنه أن تقرير ذلك يعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، مستأنسا في ذلك بالظروف والوقائع التي يثبت منها تأثير الهدايا من عدمه على واجبات الموظف العمومي. فيما يخص الركن المعنوي الذي تتطلبه هذه الجريمة، جريمة تلقي الهدايا هي جريمة عمدية تتطلب أن يكون الجاني عالما بأن مقدم الهدية له حاجة لديه وتتجه إرادته رغم ذلك إلى تلقيها. فإذا ما تحققت الأركان السابقة قامت الجريمة في حق متلقي الهدية ومقدمها على السواء. الآن هناك إضافة في هذا الشأن، ونشير هنا في صدور مرسوم رئاسي جديد مؤخرا سنة 2020 يحمل الرقم 2072. هذا المرسوم يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة إلى الخارج في الخارج أو أعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر، حيث ألزمت المادة 2 منه أعضاء الوفود في مهمة إلى الخارج التصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها. كذلك تضيف المادة بأن هذا التصريح يقدم لدى الوزير المكلف بالمالية عندما يتعلق الأمر بالهدايا التي تعطى لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو أصحاب الوظائف العليا، يعني على مستوى مؤسسات الدولة. في حين منعت المادة 7 من هذا المرسوم الرئاسي تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين. جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية. تنص المادة 35 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على: يعاقب بالحبس من 2 إلى 10 سنوات وبغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 دينار كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وكذلك من يقوم أو من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت. فالملاحظ أن جوهر هذه الجريمة هو استغلال الجاني أعمال الوظيفة والمهام المكلف بها والذي يختص بأدائها قصد تحقيق ربح أو منفعة غير مستحقة له، فهي أقرب ما تكون للرشوة. ولهذا فإن المشرع لم يسمح للموظف أن يكون طرفا أو مستفيدا بصورة صريحة أو ضمنية مباشرة أو غير مباشرة من أي عقد أو صفة تبرمها الإدارة العامة والتي يشرف عليها أو يتولى إدارتها. فالجريمة هي من جرائم الخطر التي يدفع بها المشرع ضررا محتملا بالصالح العام لم يتحقق بعد. لذلك نلاحظ أن المشرع قد أفرض
نصا هو نص المادة 35 الذي تلوناه عليكم لعقاب الموظف العام الذي يكون له شأن في إدارة المقاولات أو التوريدات المتعلقة بالدولة أو إحدى الهيئات العامة إذا حاول الحصول أو حصل لنفسه أو لغيره بأي كيفية على ربح من هذه الأعمال. وهذه الجريمة في الحقيقة تأخذ تسمية جنحة التدخل في القانون الفرنسي، وقد اصطلح على تسميتها في مصر بجريمة التروع. فقانون مكافحة الفساد تبنى أحكام المادة 123 من قانون العقوبات الملغات مع تشديد العقاب، وهي المادة التي كانت تجرم فعل كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مصالح أو فوائد من عقود أو صفقات في الحين الذي كان فيه يتولى مهمة الإشراف عليها أو الإدارة أو التصفية أو الدفع. فيما يخص البناء القانوني لهذه الجريمة، فنلاحظ أنها تشترط ما يلي: أولا صفة الجاني، وهي صفة الموظف العام، وهو إما أن يكون الموظف الذي يدير أو يشرف بحكم وظيفته على العقود أو المناقصات أو المزايدات أو المقاولات التي تبرمها المؤسسة أو الهيئة التي يتبعها، أو أن يكون الموظف الذي يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في عملية ما، أو مكلفا مثلا بتصفية أمر ما، وهو بمعنى آخر الآمر بالصرف على مستوى المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها ويأخذ بمقتضى عمله هذه فائدة غير مشروعة. وهنا أستاذنا الدكتور أحسن بوسقيعة يرى بأنه لا يهم مصدر اختصاص الموظف بالعمل الذي انتفع منه، فقد يتحدد اختصاصه إما بناء على قانون أو لائحة أو قرار إداري أو تكليف من رئيس مختص. ومن ثم فإن الجريمة لا تقوم إذا تجاوز الموظف اختصاصه أو أقحم نفسه في اختصاص غيره، ولو حصل من ذلك على فوائد فلا جريمة إذا انتفت الإدارة والإشراف. بخصوص الركن المادي وقوامه ركيزتان: أولا السلوك المجرم، وهو أخذ أو تلقي الموظف لفوائد بصفة غير قانونية من أعمال وظيفته تكون لها فيها سلطة الإدارة أو الإشراف، سواء كانت الفائدة له أو لغيره. ونلاحظ هنا أن المادة 35 قد عددت لنا العمليات التي يحظر فيها على الموظف أخذ أو تلقي منها فائدة، وهي العقود، المناقصات، المزايدات، والمقاولات. وأضافت لنا المادة 35 في نسختها باللغة الفرنسية صورة أخرى، وهي الاحتفاظ بالفائدة conserver، وقد سقطت هذه الأخيرة من نص المادة 35 في نسختها العربية. وبالتالي يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة، سواء أخذ أو تلقى الجاني الفائدة إما بصفة مباشرة كحصوله على مبلغ مالي، أو عن طريق حقد صوري كأن مثلا يتعاقد مع المؤسسة أو الهيئة التي يشرف عليها أو يديرها باسم وهمي لتزويدها باحتياجات من سلعة معينة يستوردها من مؤسسة تجارية هي في الحقيقة مملوكة له. العنصر الثاني الذي يقوم عليه الركن المادي وهو محل الجريمة، اللي هي في هذه الحالة الفوائد التي يتلقاها الموظف. وهنا لا يهم نوع الفائدة ولا مقدارها، فغاية ما اشترطته المادة 35 أن تكون تلك الفوائد نتاج الأعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها. طبعا لا يهم أيضا إن نفذت الصفقة أو العقد أو الاتفاقية التي تم على أساسها أخذ الفائدة أم لم تنفذ، فالجريمة تقوم بالرغم من أن العمل المطلوب من الجاني لم يتحقق، وهذا لأسباب خارجة عن إرادته. فالضرر ليس عنصرا من عناصر الركن المادي لهذه الجريمة. فليس من عناصر هذه الجريمة قلنا أن ينال الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات التابعة لها ضرر، وإن كان هذا هو الوضع الغالب. في خصوص الركن المعنوي الذي تتطلبه هذه الجريمة، فنقول بأن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا عاما لا غير، حيث يقتضي هذا الركن اتجاه إرادة الجاني الحرة والكاملة إلى الحصول على منافع غير قانونية من العقود أو المؤسسات التي يديرها أو يشرف عليها، فضلا عن علمه بكافة عناصر الجريمة. جريمة الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة أو الرسوم: يعتبر دفع الضرائب أحد واجبات المواطنين،
فعلى المكلفين بدفع الضريبة دفعها دون وش أو تعرض. ذلك أن دفع الضرائب يدخل في باب التضامن الاجتماعي، فالدولة تعمل على تحقيق مصالح المواطنين وإشباع حاجتهم، وبالتالي لم يعد دور الضريبة يقتصر على تحقيق المردود المالي فقط، بل تعداه لتصبح أداة من أدوات الضبط الاقتصادي التي تتدخل الدولة بواسطتها لتحقيق الأهداف المرغوب فيها، وذلك عن طريق الأثر الذي يمكن أن تحدثه في مكونات المتغيرات الاقتصادية الكلية كالدخل الوطني، الادخار، والاستثمار. ولأهمية الضريبة نجد أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أحدث نصا، وهو نص المادة 31، الذي يعاقب على الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم. فتنص هذه المادة يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وبغرامة من 500 ألف دينار إلى 1,000,000 دينار، كل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة تحت أي شكل من الأشكال ولأي سبب كان، ودون ترخيص من القانون من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب أو الرسوم العمومية، أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة. وللوقوف على هذه الجريمة نتطرق أولا إلى محلها، ثم بعد ذلك تبيان أركانها. إذا باستقرائنا لنص المادة 31 السابقة، يتضح لنا أن محل هذه الجريمة يتمثل إما في الضريبة أو الرسم أو محاصيل مؤسسات الدولة. فيما يخص الضريبة، هي معروفة بأنها عبارة عن مساهمة تأخذ صورة نقدية تجبر الأفراد سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين على تقديمها للدولة طبعا، وهي تفرض عليهم تحقيقا لأغراض مالية أو اقتصادية أو اجتماعية. وهي نوعان، نوع يفرض على وجود الدخل فتسمى ضريبة مباشرة كالضرائب على الدخل والأجور والأرباح، ونوع آخر تفرض على استعمال هذا الدخل فتسمى ضريبة غير مباشرة، مثلا كالضريبة التي تدفع عند أو يدفعها المستهلك عند شراء منتجات، أو ضريبة النقل. الرسم يعرف بأنه مبلغ مالي إلزامي يدفعه المستفيدون إلى الخزينة العمومية مقابل خدمة معينة لتحقيق النفع العام. فيما يخص محاصيل مؤسسات الدولة، يقصد بالمحاصيل المنتجات بمختلف أنواعها. أما مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال فهي جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية. رابعا، الحقوق. الحقوق كذلك هي شكل من أشكال الضرائب، تقبض بمناسبة أنشطة معينة وشكليات مطلوبة، كحقوق التسجيل التي تقبضها الإدارة بمناسبة تسجيل العقود، والحقوق الجمركية التي تقبض بمناسبة استيراد البضائع، وحقوق رخص الصيد والبناء وقيادة السيارات. طبعا هنا نلاحظ أن النص باللغة العربية لم يشر إلى الحقوق، و على خلاف النص الفرنسي والذي استعمل مصطلح لدروا للدلالة عليها. الآن فيما يخص أركان جريمة الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، طبعا هذه الجريمة تقوم على 3 أركان: الركن المفترض والذي يشترط في المادة 31 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أن يكون موظفا عموميا، وكذلك تقوم هذه الجريمة على الركن المادي والركن المعنوي. بخصوص الركن المادي، فتقوم هذه الجريمة بمنح الموظف أو الأمر بالاستفادة من إعفاء أو تخفيض في الضريبة أو الرسم دون ترخيص قانوني. لماذا؟ لأنه متى أذن القانون بذلك الإعفاء أو التخفيض انتفت الجريمة، ويقتضي هذا الركن كذلك أن يكون الجاني أو للجاني اختصاص، كما سبق تبيانه سابقا، اختصاص في تحصيل الضرائب والرسوم أو في وضع جداول الضرائب، كما هو الحال بالنسبة لرؤساء
مصالح الضرائب على المستوى المحلي وقابض الضرائب. هكذا قضي في فرنسا مثلا بقيام الجريمة في حق رئيس البلدية الذي ترك ابنه وهو صاحب مشروع أو صاحب مستودع لبيع المركبات يعرض سيارته للبيع في ساحة عامة تقع أمام مستودعه وأعفاه عمدا من أداء إتاوة شغل الساحة العامة. كما يقوم الركن المادي لهذه الجريمة في حالة التسليم المجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة بدون ترخيص من القانون، مثلا كأن تقوم مؤسسة سون الغاز بتزويد أحد المستهلكين مجانا بالكهرباء أو الغاز، أو مثلا تقوم الجزائرية للمياه بتزويد أحد زبائنها بالماء مجانا. فيما يخص الركن المعنوي، يتطلب المشرع لقيام الجريمة أن يكون المتهم عالما بأنه أولا موظف مختص بمنح أو الأمر بمنح امتيازات في مجال الضرائب والرسوم أو الحقوق، أو مختصا بتسليم محاصيل ومنتجات مؤسسات الدولة. كما يجب أن يكون عالما بأن منح هذه الامتيازات أو التسليم المجاني للمحاصيل هو دون ترخيص ومخالف للقانون. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتجه إرادته إلى تحقيق عناصر الفعل المادي المكون للجريمة، فإذا انتفت الإرادة الحرة والمختارة انتفت الجريمة. جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية. طبعا للمال دور أساسي في إقامة الأحزاب واستمرارها وتمكينها من القيام بمختلف الأنشطة التي يتطلبها العمل الحزبي، لذلك يعد أهم وسائل النشاط الحزبي، وأي خلل في تمويل الأحزاب سوف يكون له أثر سلبي على أدائها، لذلك تعمل الأحزاب على توفير مصادر تمويل حيوية ودائمة حتى تستطيع تغطية نفقاتها اللازمة للتسيير الداخلي وكذا النشاطات الخارجية اليومية والموسمية. وأحيانا قد تجد الأحزاب نفسها عاجزة عن سد نفقاتها، أو تقع تحت ضائقة مالية تجعلها تلجأ إلى مصادر تمويل غير مشروعة، فهنا يتزاوج المال غير المشروع بالسياسة ويتولد عنه فساد سياسي تنجر عنه آثار وخيمة. لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أفرد نصا خاصا وهو نص المادة 39 الذي جاء تحت عنوان التمويل الخفي للأحزاب السياسية. تنص هذه المادة دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب كل من قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بصورة خفية بالحبس من 2 إلى 10 سنوات وبغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 دينار جزائري. إذن أولا، ما هي مصادر تمويل الأحزاب السياسية في الجزائر؟ هنا نرجع إلى قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012، وهو القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جونفي 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية لسنة 2012 العدد الثاني. قلنا نجد أن هذا القانون في بابه الرابع يشكل أو ينص بشكل واضح مصادر تمويل الأحزاب السياسية ويحصرها ويحدد الالتزامات القانونية الواجب على الأحزاب الالتزام بها. وبالعودة إلى نص المادة 52 من هذا القانون، نجد أنها تحدد مصادر تمويل الحزب السياسي حصرا بما يلي: 1- مصادر تمويل داخلية وتتمثل في اشتراكات الأعضاء والعائدات المرتبطة بنشاطه وممتلكاته. 2- مصادر تمويل خارجية وتتمثل في الهبات والوصايا وكذا مساعدات الدولة. إذن من حيث الأشخاص، نجد كذلك أن المادة 56 من هذا القانون تنص على أنه لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين وتدفع في حسابهم المالي الخاص بالحزب. وفي نفس الإطار نجد أن المادة 56 من ذات القانون منعت الحزب السياسي من أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية
بأي صفة كانت وبأي شكل كان. بخصوص البناء القانوني لهذه الجريمة، فنجد أنها تقوم على 3 عناصر: أولا المستفيد من الفعل، ثانيا الفعل المجرم، وثالثا القصد الجنائي. بخصوص المستفيد من الفعل، طبعا وهو الحزب السياسي في هذه الحالة، وهو كما عرفته المادة 3 من قانون 1204 عبارة عن تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية. أما الفعل المجرم فهو يتمثل في عملية تمويل الخفي للحزب السياسي أو تمويله بغير الطرق التي نص عليها القانون والتي أسلفنا ذكرها. القصد الجنائي الذي تتطلب هذه الجريمة، هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام القائم على نية إخفاء التمويل مع علم الجاني أنها غير مشروعة. فإذا ما توافرت الأركان السابقة قامت جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية والتي عاقب عليها المشرع بعقوبة تصل من الحبس من 2 إلى 10 سنوات وبغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 دينار.